تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت جمعية الأرمان عن ذبح 170 عجلا بلديا في محافظة الدقهلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. ويقوم متطوعو الجمعية بتوزيع اللحوم على المستحقين ب 55 قرية من القرى الأكثر احتياجا. والله النهاردة احنا موجودين كجمعية الأرمان تحت مظلة التحالف الوطني في أول أيام العيد الأضحى المبارك لعام 2024، بندبح على مدار الأربع أيام عدد 55 عجل، دول مقسمين على عدد 55 قرية إن شاء الله. طبعا عملية الدبح بالكامل بتتم تحت إشراف الطب البيطري، طبعا ده بيكون قبل عملية الدبح وبعد عملية الدبح للتأكد من سلامة اللحوم. بعد كده احنا بنجهز اللحوم في عبوات خاصة ونطلع على القرى بنوزعها تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي في الدقهلية. احنا بنشتغل على الاسر الاولى بالرعاية والاسر الاشد فقر في القرى والمراكز المتخصصة كاملة في محافظة الدقهلية. بنوصل للمستحقين عن طريق حالات استبيان واستكشاف وابحاث اجتماعية، بنقدر نوصل للمستحقين كل مكان في الدقهلية. احنا بفضل الله بنحاول ان احنا نقدر نوصل ليه، عشان الغلبان او المستحق او الفئة الاكثر احتياجا نقدر نوصل له ونقدر نوزع ده في خلال الاربع ايام بتوع العيد ان شاء الله. احنا بنيجي كل يوم الاربع ايام عيد الاضحى، الاربع ايام يوميا من الصبح بنيجي. طبعا الجزارين هنا بيبقوا شغالين بيذبحوا الذبايح وبيجيبوها لنا متقطعه، واحنا بنكمل بنعبي وبنوزن وبنغلف اللحوم. وطبعا احنا الجمعيه عندنا احنا بنوزع اللحوم دي للناس الاكثر استحقاقا في القرى، ده من خلال طبعا الجمعيات الاهليه في القرى بيبقى عندهم الكشوفات والاسماء بتاعت الناس الاكثر احتياجا، فمن خلال الجمعيات دي احنا بنوصل الحاجات دي للاشخاص الاكثر احتياجا في القرى.